فهد الغامدي المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية. مساء الخير أستاذ فهد. يسعد لي مساك أستاذ وليد، أمسي عليك وعلى جميع ضيوفك الكرام وعلى السادة المتابعين لك. الله يحييك. إيش اللي صار اليوم في المباراة وفق الحالة اللي باشرتوها؟ في البداية أستاذ وليد، تتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي بحر التعازي والمواساة لعائلة الطفل الرضيع، سائل المولى عز وجل أن يتغمد برحمته وأن ينهم أهل الصبر والسلوان. آمين. بالنسبة للحدث هذا اللي صار عندنا في الملعب، عندنا شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأربع فرق إسعافية بعدد 12 رجل إسعاف، كانوا موزعين فرقتين إسعافية في أرض الملعب وفرقة إسعافية في الجهة الأولى من درجات خلف المنصة والجهة الثانية المقابلة لفرقة إسعافية في موقع الفعاليات. بعدنا بداية الشوط الأول الثاني، مع بداية الشوط الثاني حضر ولي أمر الطفل الرضيع حامل ابنه إلى سيارة الإسعاف، وبعد المعاينة الفورية لهذا الطفل الرضيع للرضيع اتضح أنه متوقف القلب والتنفس عنده. على الفور تم عمل انعاش قلبي رئوي، تم فتح مجرى الهواء ونقل الرضيع إلى أقرب مستشفى، طبعا هو المستشفى الملك فهد بمحافظة العسا. يعطيك ألف ألف عافية. شكرا لك أستاذ فهد المتحدث المهاد الغامدي المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر في المنطقة الشرقية.